وصية المحبة كمال الوحي الإلهي، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرايحة، حيث وجه البرنامج سؤالا عبر الهاتف لضيف الحلقة الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين في الرميمين حول إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يغلب محبة الآخرين على نفسه. فأكد قدسه أن الرب يسوع أوصى بالمحبة النابعة من الإيمان، المحبة المقرونة بالعطاء وبذل النفس والغفران لمن أساء إلينا وللآخرين. فإلى هناك ما في شك أنه موضوعنا هو موضوع مهم جدا، المحبة، وبتوقع العالم هو بحاجة لمحبة أكثر مما هو بحاجة إلى خبز، وخصوصا للمحبة الحقيقية اللي عاشها يسوع المسيح وعلمها، لأن يسوع يقول عنه الإنجيل المقدس كان يعمل ويعلم. نعم. حديثنا هو عن وصية المسيح الجديدة. بمجيء السيد المسيح اكتمل الوحي حول وصية المحبة. نعم. فماذا استجد على المحبة في العهد الجديد؟ كشف لنا السيد المسيح عن الحقائق التالية: الله ليس فقط يحبنا بل هو المحبة. الله أحبنا بالأول حتى عندما كنا أعداءه بالخطيئة. محبة يسوع لنا بلا حدود، ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه، ويسوع بذل نفسه من أجلنا حتى آخر قطرة دم على الصليب. دمج يسوع نفسه مع القريب، ويستحيل محبة أحدهما دون الآخر. إن قال أحد أنه يحب الله وهو مبغض لأخيه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه كيف يستطيع أن يحب الله الذي لا يراه؟ أصبحت المحبة ليس مجرد علامة على الديانة الجديدة، بل هي العلامة المميزة لها، بها يعرف العالم من هم تلاميذ يسوع. التجديد على محبة الأعداء علمنا ذلك في مثل السامري الرحيم: العدد اللامحدود من المرات الذي يجب أن نسامح به قريبنا. قد يقول البعض غير المسيحي عنده أيضا محبة، إذا ما الفرق بين المحبة المسيحية وغير المسيحية؟ هناك أربعة فروق بين المحبة المسيحية وغير المسيحية. أولا، بالنسبة للمسيح المحبة قبل العبادة. يقول لنا القديس يوحنا الحبيب: من ادعى محبة الله الذي لا يراه ولا يحب قريبه الذي يراه فهو كاذب. وقد بيّن ذلك السيد المسيح نفسه في مثل السامري الرحيم الذي ينتقد العقلية القديمة التي تقول واجب العبادة يتقدم على واجب المحبة. بل يسوع يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول: إذا قدمت قربانك إلى المذبح وذكرت أن هناك لأخيك عليك شيئا فدع قربانك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك. فمن يهمل الواجب الإنساني من أجل صلاة أو احتفال ديني هذا ما عنده محبة. من لا يتزفر يوم الجمعة فيما يزفر لسانه بقريبه فهذا ما عنده محبة. من يطول مسبحته فيما لسانه أطول هذا ما عنده محبة. إذن تعبدك لا يساعدك أن تكون محبا ضد مسبحتك وضد كتاب صلاتك. ثانيا، المحبة تنبع من الإيمان بأن الله محبة وبأن جميع البشر هم مثل أبناء الله وإخوة للمسيح، لا بل هم تجسد للمسيح: كنت جائعا فأطعمتموني. المحبة تهدم الحواجز العرفية والدينية والطائفية والسياسية. المحبة هي وصية العهد الجديد التي تنقل الإنسان من عهد الأخذ والمطالبة بالحقوق إلى عهد العطاء وبذل النفس، على مثال أبينا السماوي: كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. ثالثا، المحبة حتى الغفران. يقول السيد المسيح في إنجيل المقدس: سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يطلع شمسهم على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والأثمة، فإنكم إن أحببتم من يحبكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أنفسهم يفعلون ذلك؟ كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. هذا ما قاله المسيح وهذا ما علمه بالفعل.
أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن للأسف هذه الصفحة من الإنجيل لا تعجبنا، ونريد أن نستبدلها بهذه الصفحة المليئة بالأمثال الشعبية. مثلا ما بيجيب الرطل إلا الرطل الوقي، كل الصاع صاعين، اللي برشني بالماء برشه بالدم، إذا لم تكن ذئبنا أكلتك الذئاب، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كما اعتدى عليكم، اللي بدوس على طرفي للسراب لما خلقه، أنا لحم مر مش كل طير بتاكل لحم. ما شاء الله عليك، أمثال شعبية تخلق عقلية متخلفة. رابعا المحبة حتى الموت، يقول المسيح ليس من حب أكبر من حب من يبذل نفسه عن أحبائه، والقديس بولس يعلق ويقول لا يكاد أحد يموت عن بار، وقد يقدم أحد على الموت عن صالح، أما الله فقد برهن عن محبته لنا بأن المسيح قد مات عنا ونحن خطأ.